آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. ما شاء الله، سبحان الله. آئیے قرآن کریم کی تلاوت باسعادت کے لیے میں آواز دے رہا ہوں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ قاری محمد تحسین عالم صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے آج کی اس محفل کا باضابطہ آغاز فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. ما شاء الله. وإياي فارهبون. ما شاء الله. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. ما شاء الله، سبحان الله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ما شاء الله. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ما شاء الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما شاء الله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. ما شاء الله. واستعينوا بالصبر والصلاة
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي العظيم. بہت اچھے انداز میں ابھی قاری صاحب آپ سے قرآن کریم کی تلاوت کر کے رخصت ہوئے. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر.